بص بيرش على طول. لو ازميلك مش حامي هتلاقي ضغط اكنه عمل كده هينط مش هيرجع اهو. لو دخلتها وما دخلتش معاك بسهوله كده بالايد ما تحاولش تدق عليها بالشكموش. لو دقيت عليها هتتفلق من هنا، ده يتفلق من هنا من عند الفتحه دي او من الفتحه دي، فبلاش تروح واكل ايه بالمبرد تظبط دولت او تظبط دول. شوف الاسهل لك ايه او شوف اللي مش نضيف ونضفه ويدخل كده. انا حاسبك على ايه؟ على المنظر ده. الحته دي تتظبط يعني، لو في حاجه كده شيلها. من هنا ومن هنا مفيش حاجة منورة. من جوه من ناحيتين زيهم زيهم أكنهم قطعة مصنع بالظبط. نفس قطعة المصنع. هو ده اللي مطلوب منك تعمله. ماشي؟ بالعمليات بتاعتك. ماشي؟ في 9 عمليات، في منهم في النص يعني في عمليات في النص. ممكن دي ما تستعملهاش خالص. التصميم بتاعك. مش هتظهر في تصميم، في التصميم ده مثلا مش هتظهر، في تصميم تاني هتظهر. في حاجات هتظهر معاك وفي حاجات لا. ديل اليمامه مثلا مش هتظهر معاك في التصميم، في الشغل المشروع. بالنسبه لحاجه زي كده يعني. واضح الكلام؟ فين؟ نقر ولسان. ده نقر ولسان نافذ في الطرف اهو. ماشي؟ هو نافذ اه، لازم في البلد في الطرف يبقى نافذ. في نقر ولسان تاني غير نافذ. آه نافذ بس فين؟ في الوسط. يبقى هنا. هقوله لكم برضه عشان ايه؟ للناس اللي عندها المشروع في حاجة زي كده. بتاخد عرض الأزميل. عرض الأزميل مش عرض الأزميل. اه هو بص هو دوت. يعني هي نفس الخطوات بتاعت دي اللي راكبت هنا اهوت، هتعمل نفس الخطوات دي وتنقله بقى. هتبتدي بقى لما يركب هنا هتعمل له واحده، هتعمل له فتحه جديده هنا. واضحه دي؟ فهتاخد عرض بقى ايه التخانه الجديده دي. اهو نقطه من هنا ونقطه من هنا كده. انا خدت ايه؟ عرض تخانه الخشب. فين بقى؟ في اي حته بقى انت شوف حسب تصميمك بقى. هنا مثلا عشان تبقى مطمن برضه يبقى تحط الزاويه بتاعتك اهي وتعلم. دي هتتفتح لحد فين؟ لحد الايه؟ الازميل يدخل من الناحيه دي يا جماعه، ما تخشش بالازميل هنا. الازميل برضه نفس الكلام بيدخل من هنا، لو دخلت من هنا هيحصل ايه؟ لو انا دقيت في الحتت دي الخشب هيتفلق، ما تتفلقش الخشب. اهو هنعمل ايه؟ هناخدها لحد الاخر؟ لا سنه كده وسنه من هنا. اخر الازميل كده. وهنا بتحدد بس كده بالازميل الخط ده البدايه بس عشان الفتح يطلع نظيف. نظافه في الفتحه بس. تحديده كده بس. مش هتعملها تاني. خلاص هو هياخد طريقه بقى على الخط اللي انت فتحته ده. اول حته دي هتتشال هو ياخد طريقه عليها. حطش ايدك قدام الازميل. لو حطيت ايدك ازميل ممكن ازميلك مش نضيف هينط ويروح ضارب في ايدك يعورك يفتح. الازميل اللي مش حامي يعور، لو ازميل حامي ما يعورش. ليه؟ الازميل لو حامي ما يعورش ليه؟ ورا الازميل، هديك ورا الازميل كده. ماشي؟
دي بتاخد وقتها شويه بس على مهلك فيها يعني. مش مستعجلين من النص بقى من النص كده من النص تاكل. من الشمال من النص كده من نصها وتبتدي من النص وتنتهي لحد ما تطلع معاك.